ويا سلام على المشاوي المصرية، كباب وكفتة وريش، إنما إيه. وبيقدموا كمان الحمام هنا بطريقتين، عندكم هنا الحمام المحشي بالإضافة للحمام المشوي. وهذا الحمام المحشي. سلام على شغلك. كل الأطباق المصرية اللي تحبوها تلاقوها هنا بمطعم كبابجي الجزيرة. الحمام المحشي وفتة الموزة بالإضافة للمحاشي وشوربة الكوارع، شايف كمان الطواجن والممبار، كلها تلاقوها هنا. ويا مساء الخير، موجودين على طريق المدينة النازل وبجوار الكوبري المربع، تغطيتنا لهذا اليوم للمطعم المصري كبابجي الجزيرة. عندنا هنا الدور الأرضي مخصصينه للأفراد، وهذا قسم العوائل بالدور العلوي، والحلو كمان انهم يوفروا البارتيشن للعوائل اللي تحب الخصوصية. وهذا الورق العنب، وعندنا هنا شوربة الكوارع بالإضافة لشوربة لسان العصفور، وهذا الكرنب، وعندنا هنا الحواوشي. اللي يحب الأكلات المصرية حينبسط في هذا المطعم. عندنا هنا طبق المحاشي المشكل، وهذا طبق الحمام المحشي، وهذا طبق الدجاج المشوي بالخلطة المصرية. وبيقدموا كمان تشكيلة من الطواجن، عندنا هنا طاجن البامية، وما ننساش كمان الكبدة الاسكندراني، وعندنا كمان هنا تشكيلة من المقبلات. وعشاق الممبار تلاقوه كمان هنا موجود، وكمان الحواوشي، وهذه فتة الموزة، ما شاء الله اللحمة طرية.